يا ريال الإسباني مكابي تل أبيب كيان صهيوني وين ناشونال الدور الأوروبي الجولة الثالثة وين فيا ريال وين يقضي على مكابي تل أبيب بأربعة بالنتيجة والأداء وشاهدنا كيفاش رولي في الحراسة شنا راول شنا خوزي خومي شنا كيفاش كوبا دانيال فيستاني روبن فينو كارلوس يعني نقولوا بلي وين شاهدنا دخول لاعبين جيرارد مانو سامويل يعني موسيس غوميز بينافاس اللي دخل في الدقيقه 59 شاهدنا اهداف كارلوس ويسجل هدفين في الشوط الاول في الشوط الاول والشوط الثاني شاهدنا هدف واحد في الدقيقه الرابعه كارلوس وين انتهى الشوط الاول بهدف لصفر رغم ان كانت المباراه متاخره نوعا ما. شنا كارلوس في الدقيقه 52 يسجل الهدف الثاني شنا بينال الذي سجل الهدف في الدقيقه 81 فاغي فاغ الذي سجل الهدف في الدقيقه 81 يعني مكابي تل ابيب ما كانش عنده رده فعل قويه وين تلقى اهداف يعني اهداف كانت نقولوا باللي اهداف خاصه في الشوط الثاني وين تلقى ثلاث اهداف كامله وين نقولوا فيا ريال وين انها الشوط الاول بهدف هدف لصفر الشوط الاول عن طريق كارلوس الشوط الثاني كارلوس يفتتح عدد الاهداف في الشوط الثاني في الدقيقه 52 يعني بينان الذي سجل الهدف في الدقيقه 81 فاغ الذي سجل بينار في الدقيقه 81 فاغ الذي سجل في الدقيقه 81 يعني ما كانش مكابي تل ابيب ما كانش عنده رده فعل قويه وشاهدنا كيفاش كانت الخطة تاع مكابي تل أبيب وين لعب خطة الشوط الأول لعب خطة لعب 3-5-2 الشوط الثاني لعب 5-4-1 فيا ريال اللي لعب خطة 4-3-3 الشوط الثاني لعب 3-4-3 يعني شاهدنا كيفاش دانيال في الحراسة تاع مكابي تل أبيب شنا بيان شنا لويس شنا إيتان أريك طال شنا كيفاش ادين دان يعني كاهين نايك شنا كيفاش دور دوري دان ايتان يعني بدون جدول رغم ان دخول هاد اللاعبين ما كانش رده فعل كبيره من جانب مكابي تل ابيب الفرق الضعيفه هذه وين من اجل المشاركه وفقط يلعبوا من اجل المشاركه وفقط شان كيفاش فيا ريال وين قصى عليهم في هذه المباراه خاصه في الشوط الثاني يعني كانت مباراه في القمه مباراه كانت جميله من جانب فيا ريال وين متع واستمتع وسجل اهداف هذه هي الجوله الثالثه فيا ريال يفوز على مكابي تل ابيب بالاداء والنتيجه في الدور اوروبا ليج سعيد.